فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هذه امرأة من أوروبا تقول إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما. امرأة تقول إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما، هل يكفن هذا السقط؟ وهل يجوز لها أن تدفنه في الغابة؟ إذا بلغ السقط 4 أشهر يأخذ أحكام الجنائز من تغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين إذا كان مسلما، أما إذا كان دون 4 أشهر فلا، لأنه لم تنفخ فيه الروح فيلف ويدفن مجرد دفن ولا يغسل، ولا لأنه ما يأخذ أحكام الجنائز بدون 4 أشهر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.